من جانبه انتقد التحالف العربي استخدام الحوثيين المدنيين في المناطق المحيطة بمطار الحديدة كدروع بشرية. وقال التحالف في بيان إن استخدام المدنيين والأحياء السكنية من قبل الميليشيات مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، داعيا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الميليشيات لإيقاف اعتدائهم على الشعب اليمني. أشار التحالف في بيانه إلى أن ميليشيات الحوثي قامت باستهداف الأحياء السكنية بالحديدة بالدبابات.